الخبر تاني، والخبر ده مهم جدا، ويمكن احنا لو تتذكر الاسبوع اللي فات اتكلمنا في جزء من هذا الخبر. الخبر بيتكلم عن لقاء وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ونظيره العراقي عثمان الغانمي لبحث مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أهمية زيارة الوفد العراقي للقاهرة في إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن العراقية في ضوء الروابط المشتركة والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين. أنا اليومين دول، وإحنا يمكن الأسبوع اللي فات تتذكر اتكلمنا على عن العراق، بس ما كانش وزير الداخلية. يعني النهاردة وزير الداخلية المصري مع وزير الداخلية العراقي، في رسالة أكيد في هذا اللقاء، في توقيت لهذا اللقاء، في تعاون ما، خاصة أن العراق بيتعرض لهجمات داعش أيضا. ما زال حتى الآن ما زال حتى الآن. طيب خليني أشوف الخبر برؤية على اتجاهين. الرؤية الأولى هي فكرة العلاقات الأمنية. اولا احنا لاول مره في التاريخ بيبقى الارهاب عندنا ارهاب عابر للحدود، والارهاب العابر للحدود فيما يسمى ما يعني التطور اللاحق للارهاب في مراحله الرابعه تقريبا، وصلنا لفكره ان الدوله الاسلاميه، فكره الدوله الاسلاميه او داعش، او ما اختصر على تسميته داعش، يعني هي نشات في العراق. هي كانت الدوله الاسلاميه في الشام والعراق. يعني هم في الاول من انشا هذه الدوله انشات على ارض العراق وعلى اجزاء من سوريا. الإرهاب العابر للحدود هو بيستهدف أنظمة الدول، الأنظمة الحاكمة، بغرض إثارة الفوضى والالتصاق أو التعاون مع الأنشطة أو من يعتنق الأنشطة الإرهابية لتدمير هذه المجتمعات وإعادة صياغتها بصورة أكثر تطرفا وبصورة تخدم فكرة أممية القضية، أو أن هناك دولة ستعود أو دولة الخلافة تعود مرة أخرى. طبعا الكلام ده كلام كله جهل، وكلام كله غير قابل للتطبيق، وكلام كله مهما دفعت بيه بعض الجهات الغربية الغرض منها هو استخدامهم. يعني هو توظيف هذه الجماعات لإثارة الفوضى بغرض يعني إيقاف عملية التنمية في هذه المجتمعات، وإيقاف يعني السيطرة على الدول، تحت مسميات عدة لأهداف كبرى بتمارسها الدول العظمى، ويمكن يجي الوقت اللي احنا نشرح ده بالتفصيل إن شاء الله. ولكن هنا أنا بشوف الزيارة دي الجانب المهم فيها هو الجانب الأمني بكل تأكيد. فكرة التعاون، كان عندنا النائب العام العراقي بيزور النائب العام بتاعنا الأسبوع اللي فات، ولكن هنا في جانب آخر حضرتك، هو جانب تنموي. ممكن الجانب التنموي مهم في حضرتك، إن الحكومة المصرية مع الحكومة العراقية خاصة بعد زيارة السيد الرئيس للعراق مؤخرا، بكل تأكيد هتفتح مجالات للعمل في العراق ووجود الشركات المصرية في العراق ووجود العمالة المصرية في العراق. من سينظم هذه العملية لابد أن تنظم من خلال مبدئيا وزارة الداخلية بصورة مبدئية، ثم وزارة القوى العاملة، ثم مجمل الحكومة المصرية، على اعتبار أن هناك شركات مصرية مؤهلة ومرشحة لإعادة إعمار العراق. احنا لنا تجربة في هذا الموضوع، الحرب العراقية الإيرانية في السابق كان للجانب المصري دور كبير جدا في عملية مساندة الجبهة الداخلية للدولة العراقية من الانهيار، لأن الدولة العراقية في حتى في مرحلة صدام حسين والحرب مع إيران كانت موازين القوى فيها خلل كبير جدا لصالح إيران، ولو سقطت العراق في حينه لسقطت كل دول الخليج بما فيها حتى السعودية. وده كلام يعني مش احنا اللي بنقوله، ولكن دي دراسات معمقة عرضت في تاريخها وعرضت لاحقا أيضا من خبراء دوليين وخبراء عالميين. ففكرة التقاء وزير الداخلية العراقي بوزير الداخلية المصري لها أهمية كبرى في ضبط فكرة العمالة في المستقبل، وضبط فكرة الشركات اللي هتتقدم في المستقبل كحماية يعني للعمالة المصرية، حماية للعمالة المصرية لابد أن توضع شروط حتى لا يتم الانتقام منهم أو التعرض إليهم أو 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 أو. دي كلها إجراءات الدولة المصرية لابد أن هي تاخدها، وأتصور أن هذا اللقاء لم يخلو من الحديث عن هذا الموضوع. النقطة العلاقات الأمنية هي علاقات متصلة وليست منفصلة، ولكن فكرة الزيارة في حد ذاتها هو تأكيد وترسيخ لما تم الاتفاق عليه من خطوط عريضة في زيارة السيد الرئيس لدولة العراق الشقيق الشهر الماضي تحديدا. واحنا شفنا حتى الاحتفالية الكبيرة جدا اللي أهل العراق ومسؤول العراق قابلوا بها السيد الرئيس. إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم في العراق فهو تكريم أيضا للشعب المصري وتاريخه، وتكريم للأمة المصرية في محيطها العرب والإقليم. طيب